الحربي. ميس مرحبا بك. أهلا وسهلا حسين. إذا ثمة حوار مرتقب ما بين واشنطن وبغداد، كيف تعامل العراقيون مع الخطوة الجديدة والمحادثات المرتقبة خلال الأيام، ما المتوقع منها؟ أحسن، بالفعل العراقيون يتحدثون عن المحادثات المرتقبة بأنها حدث مفصلي في سياسة العراق الخارجية التي ستؤثر حتى على المنطقة العربية في قادم الأيام، وهو طبعا أول ملف أمريكي سيكون على طاولة المفاوضات بين صناع القرار السياسي الأمريكيين والعراقيين بقيادة مصطفى الكاظمي. تعزيز التعاون الأمريكي مع الحكومة العراقية الجديدة بات يشكل مصدر قلق حقيقي لمشاريع إيران في العراق والمنطقة، بحسب طبعا الإعلام العراقي الذي تناول موقف طهران من الحوار ومستقبل العلاقة بين بغداد وطهران. تحدث الإعلام العراقي عن قلق إيران من المفاوضات التي تستهدف في الدرجة الأولى نفوذها، حيث أنها تبدو شبه متأكدة بأن الإدارة الأمريكية ستضع مسألة الحشد الشعبي والفصائل الموالية لها على طاولة المباحثات، خصوصا أن واشنطن تتهم هذه الفصائل برفع وتيرة اعتداءاتها على القوات والمصالح الأمريكية بعد الإعلان عن هذه المفاوضات. أيضاً الإعلام العراقي المحلي عزى ذلك إلى خطوات الكاظمي في أيامه الأولى من تسلمه رئاسة الحكومة بزيارة مقر قيادة هيئة الحشد الشعبي والقرار الذي اتخذه في تفعيل القانون الذي ينظم هذه القوات في إطار الاتفاق أو الإطار الرسمي تحت سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة. أيضاً تشديد الكاظمي على تطبيق القانون ومبدأ حصرية السلاح بيد الدولة. مصطفى الكاظمي كان له جولات مكثفة أمنية وعسكرية لمقرات القوات المسلحة في شهره الأول من تسلمه القيادة وقبل الحوار الاقتصادي الأمني وبالطبع العسكري وهو الجانب الأكبر. نتابع معا هذه الجولات. طبعا أبعاد ميس، قبل المواصلة والمتابعة أريد أن أسأل عن الجولة الأولى والكلام الذي تحدثت فيه في الجزء الأول. صدى هذا الموضوع لدى العراقيين، الأصوات كيف استقبلوها؟ الأصوات مرتبطة أصلا حسين بأبعاد هذا الموضوع، أبعاد الحوار العراقي هذا المرتقب مع إدارة البيت الأبيض هو الموضوع الأبرز بين السياسيين والناشطين الذين يرون أنه يؤسس لمسار جديد داخل السلطة العراقية. أصوات سياسية تكرر مطالبها بإنهاء وجود الميليشيات، ومنهم أيضا من ينادي بعدم وجوب انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وأخرى تدعم تصويت البرلمان في حكومة عبد المهدي بإخراج هذه القوات وإبقاء الدعم اللوجستي الأمريكي فقط. حسين، نعم، شكرا جزيلا لك ميس على كل هذه التفاصيل.